وسهلا بيكم في حلقه جديده من المطبخ. كل سنه وانتم طيبين. خلاص رمضان على الابواب بيجري، الايام بتجري بينا يومين ثلاثه ان شاء الله، والشهر الكريم هيهل علينا. حلقتنا النهارده ان شاء الله هتكون فيها وصفات تقليديه نوعا بس حلوه وسهله وتسهل علينا اختيار الحاجات بتاعت رمضان. هينزل النهارده معانا منيو رمضان زي ما وعدتكم، هنزل لكم منيو اول اسبوع من رمضان عشان ما تحتاروش تطبخوا ايه. هتلاقوا فيه الاكل العادي والحلويات، وفي بدائل برضو للناس اللي بتعمل دايت، وفي برضو في حلويات للدايت عشان ما حدش يزعل مننا في حاجه. هنبتدي بالكفته البانيه. كفته دي حلوه والولاد بيحبوها، وسهل جدا ان احطها في الفريزر وانزلها على الزيت على طول. المقادير معايا: كيلو لحمه مفرومه حمراء، بصلتين كبار مبشورين، كوبايه ونص لبابه عيش فينو مبلوله ومعصوره. يعني بجيب العيش الفينو وببله في ميه خمس دقائق كده مثلا، واشيل القشره اللي حواليه واعصر اللبابه كويس جدا، وبعد كده اعاير بيها كوبايه ونص، نص كوبايه بقدونس مفروم، بيضتين، ملح، فلفل، وبقسماط للتغطيه. يبقى كيلو لحمه احمر مفروم، بصلتين كبار مبشورين، كوبايه ونص لبابه عيش فينو معصوره، يعني قبلها وعصوره كويس قوي. لو اللبابه فيها ميه الكفته هتفك منك، فخدي بالك ان اللبابه تبقى معصوره كويس قوي. نص كوبايه بقدونس مفروم، بيضتين، ملح وفلفل، بقسماط للتغطيه. ما بحطش فيها اي بهارات خالص، هي حلاوتها بالملح والفلفل بس. ادي انا حطيت البقدونس وادي اللبابه بتاعت العيش معاهم. بصوا هي سميكه ازاي، انا مصفيها كويس قوي علشان ما تفكش الكفته معايا، خصوصا لو انا هحطها في الفريزر. يعني انا ممكن اعملها واغطيها بالبيض والبقسماط واحطها في الفريزر فما تفكش مني. البيض بقى انا مش هحطه عليها، انا هحط البيضتين في النص معاها، منها هتمسك في الكفته ومنها ان انا ما اقعدش بقى احط ايه في البيض وبعد كده في البقسماط، لا هعجنهم كلهم مع بعض على طول. واجي فلفل اسود، هي زي ما قلنا ما بتاخدش غير ملح وفلفل اسود بس علشان ما يغيرش طعم اللحمه. الطريقه دي قديمه جدا اكيد، يعني بتفكركم بايام زمان، يعني ايام، لان زمان كان تهيألي اغلب البيوت بتعملها بس احنا بطلنا نعملها الايام دي خالص. بتتعجن كلها مع بعض كويس. البصله برضو ببقى عصره ميتها، انا مش عايزه ميه كتير علشان تبقى متماسكه. وطبعا كل اللحمه ما كانت احمر كل ما كانت احسن، مش عايزه دهون فيها لان ملهاش اي لازمه. كده اهو اهي، هي ممكن تتحط في الفرن وارشها بزيت، بس دي بالذات من الحاجات اللي بصراحه القلي بيبقى احلى فيها، ما بتبقاش حلوه يعني، غير الفراخ البانيه غير اي حاجه تانية ما بتبقاش حلوه قوي لو اتعملت في الفرن، بتنشف غير ما بتتقلي في الزيت. بس لما اجي اقليها في الزيت لازم اقليها في نار هاديه علشان تستوي من جوه، ما ينفعش نار حاميه والا هتفضل نيه من جوه معايا. هعملها كده اهو، انا بعملها بشكل بيضاوي كده اهو، ابططها بيضاوي، وزي ما قلت لكم احطها في البقسماط على طول، مش محتاج ان انا حطيت البيض جواها. يعني ساهبه، ازيك يا ايه؟ ازيك يا قمر؟ انا كنت عايزه طريقه صدور الفراخ بدبس الرمان، اللي هي بدبس الرمان من غير بقسماط ولا دقيق. اوكي، بصوص دبس الرمان. خلاص عيني، هقولها لك النهارده ان شاء الله. كده اهو، انا ان شاء الله بعد الفاصل على طول هنزل لكم المنيو بتاع رمضان، بس انتوا بقى مش هتلحقوا تكتبوه، يا ريت بقى نصوره بالموبايل علشان ده اسبوع كامل وصفات، اسبوع كامل بالبدايل بتاعتها، فما صعب قوي ان احنا نقعد نكتب ده كله، يعني هيضيع الوقت معاكم مش هتلحقوا تنقلوا حاجه، فانتوا المفروض تصوروها بالموبايل، يعني تكونوا جاهزين بالموبايل ان شاء الله. بعد الفاصل هننزل المنيو كده اهو، خليني اعملها وهقليها. بعد المرحله دي انا ممكن احطها على صواني، ما احطهاش على بعضها، احطها على صواني واحطها في الفريزر، لما تجمد كويس هحطها في كيس في الفريزر علشان ما تلزقش في بعضها. خلاص يبقى انا بحطها على صواني وهي بالمنظر ده، عليها بقسماط وجاهزه، وبعدين انزلها من الفريزر، استنى عليها 10 دقايق بس، واحطها في زيت ما يكونش سخن قوي، لان هي لو الزيت سخن قوي
مش هتستوي من جوه، هتفضل اللحمه نيه من جوه، ودي حاجه مش حلوه طبعا. كده اهو احنا هنروح لفاصل ونرجع لكم بعد الفاصل تاني، استنونا. نالكم من جديد، هنزل لكم دلوقتي المنيو بتاع رمضان عشان تصوروه، وده شكل الكفته اللي احنا حمرناها في الفاصل وهنوريها لكم. هنعمل دلوقتي الشيش طاووق، ده الشيبس اللي جواها، عايزين الكفته نفسها. ادي المنيو بتاع رمضان، انا منزله لكم الفطار الاول، بعد كده الحلو والسحور، بعد كده البدائل بتاعه الفطار سواء سي فود او دايت، بعد كده الحلويات الدايت. بس احنا يا ريت نصورها بالتليفون، لان صعب قوي ان احنا نقعد نكتب ده كله. ده اول اسبوع من رمضان، ان شاء الله هننزله اسبوع باسبوع. لو انتوا عايزين ان احنا نكتبه لكم كتابه زي المقادير، ممكن بكره ننزله لكم كتابه، يعني لو هو اسهل عليكم ننزله لكم كتابه. هنعمل دلوقتي شيش طاووق. ادي الكفته اهي كده بانت. هنعمل شيش طاووق. الشيش طاووق هنعمله بطريقه سهله وحلوه قوي، بيطلع طعمه حلو جدا. نص كيلو وراك فراخ متقطعه مكعبات كبيره، الوراك بتبقى قطرة من الصدور في الشيش طاووق، بستعمل الورك اكتر من الصدر، ما عنديش هستعمل الصدر بس الوراك افضل. التتبيله بقى بتاعه الفراخ دي بنقعها فيها بعد ما اعملها سياخ 3 4 ساعات، 4 فصوص ثوم، عصير ليمونه، علبه زبادي صغيره، معلقه كبيره مستردة، معلقتين زيت زيتون، نص معلقه صغيره سميه. هنقول من تاني، 4 فصوص ثوم، عصير ليمونه، علبه زبادي صغيره، معلقه كبيره مستردة، معلقتين زيت زيتون، نص معلقه صغيره سميه. السماء بيبقى حلو قوي فيها، هو والثوم اكتر حاجتين مهمين في الشيش طاووق، السماء والثوم. وهستعمل طبعا مكعبات فلفل الوان وبصل، ممكن استعمل مشروم فريش لو انا عايزه، ممكن استعمل الطماطم الشاري، اي خضار انا عايزاها بتبقى، بس هو الاساسي عندي الفلفل والبصل. المكعبات بتتقطع كبير. الاسياخ يستحسن ان انا انقعها في الميه نص ساعه قبل ما اعملها شيش طاووق، علشان لما اجي اشويها ما تتحرقش، هتلاقيها تتحرق وتدخن، فالافضل ان انا انقعها في ميه علشان تبقى سلسه معايا. الحاجة نادية، ألو؟ أيوة. إزاي حضرتك؟ صباح الخير. صباح النور. نشكرك على كل اللي بتعمليه. الله يخليك. أنا وأنت طيبة. حضرتك طيبة. ودايما بخير ومنورة الشاشة. ميرسي، بنورك يا حبيبتي. أنا الحقيقة أنا شاطرة في كل الأكل، بس بتعلم منك برضو. الله يخليك. رغم كل ده بتعلم منك حاجات كتيرة أوي. تسلمي لي يا حبيبتي. ودايما بخير. ومنورة شاشتك. ميرسي، بنورك. أنا كنت ضيفة في بيت وليه رجاء تسمعي الجملة دي. عيني. البابا توادروس كان في دول فنلندا الإسكندنافية، وبيقدم هدايا، اللي هي مثلا الباردي، الأوراق، الحاجات اللي بتدل على مصر لجميع السفارة. فلي رجاء ان ده يجي على الشاشة، الناس تشوف وتسمع قد ايه محبين لمصر الناس، وقد ايه في كلمات اتقالت شعر ونثر من الناس بتوع المصريين اللي في اكيد انت عند حضرتك حق، بس هو المشكله ان احنا برنامجنا برنامج مطبخ ملوش علاقه بالحاجات دي، بس هو اكيد اكيد القنوات البرامج التوك شو في القناه اكيد هي بتبص على الحاجات دي وتسلط الضوء على الحاجات دي، ده اكيد. وبرده احنا هنقول لهم تاني ان لازم نسلط الضوء على الحاجات دي كلها. احنا جماعه في مصر طبعا بنشكر بابا توادرس على كل مجهوداته، حقيقي راجل محترم وبيقدم كتير للبلد، ويا رب يديم المحبه بيننا كلنا مسلمين ومسيحيين يا رب. احنا البلد الوحيده يا جماعه اللي المسيحيين فيها بيشتروا فانوس رمضان، صدقوني انا بشوفها من اصحابي المسيحيين بيشتروا لاولادهم فانوس رمضان، واحنا في الكريسماس بنشتري لاولادنا برضو بابا نويل، فاحنا بلد الحمد لله طول عمرها المسلمين والمسيحيين مع بعض على طول، فدي حاجه حلوه جدا ويا رب يديمها نعمه علينا. انا بشك الاسياخ بالتناوب الخضار مع الفراخ، طبعا بحاول اشكل الالوان بحيث يبقى ايه كل واحدة لون عشان المنظر العام يبقى حلو بعد كده اهو. وادي نحط طماطماية، وبعد كده الفراخ بعملها بالعرض عشان ما تقعش مني، يعني تبقى بعرض الفرخة مش بالطول عشان ما تبقاش مدلدلة منها. وبعدين ادي بصلاية. انا هعمل ايه بقى؟ التتبيلة كلها
احطها على بعضها. ادي الثوم السماق، قلنا الثوم والسماق اكتر اتنين مهمين في الشيش طاووق. المستردة، زيت الزيتون، وادي الليمون والزبدية، زبدية صغيرة زي ما قلنا كده اهو. وبعدين بعملهم كلهم اهي، وبعدين بحطهم على الفراخ، وبسيب الفراخ في التتبيله دي بقلبها طبعا فيها، بقلبها كده اهو، وبسيب الفراخ في التتبيله من 3 ل 4 ساعات في الثلاجه مش بره الثلاجه، طبعا بقلبها كويس قوي. وبعدين بعد 3 4 ساعات بيبقى شكلها كده اهو عندي، بحطها على شوايه بشويها. ما عنديش شوايه اللي هي الجريل دي، هعمل ايه؟ هجيب طاسه تيفال ادهنها بزيت واحطها عليها. بس الطاسه التيفال ممكن تخليها تستوي من بره ومن جوه تفضل نيه، فانا اعمل ايه؟ هروح حطها في الفرن ربع ساعه بعد كده اهو. يعني لو انا عندي جريل كده اهو حرارتها هتبقى كافيه ان هي تستوي معايا. لو الطاسه تيفال مش هتستوي من جوه واتحمرت من بره، ممكن احطها في الفرن ربع ساعه. وبعد كده اهو قبل البريك بس هنعمل الفحمه يا عم. بعد كده اهو الفحمه انا اهو شوياهم هنا اهو، هبقى حاطه بوله فيها زيت في الطبق وانا عامله الفحم اهو، بصوا كده اهو، واروح قافله على شيش طاووق علشان ياخد ريحه الفحم. خلاص يبقى كده اهو، ادي الفحم انا حطاها في الحله او الطبق او الصينيه اللي انا حاطه فيها شيش طاووق بعد ما شويته، وحاطه فيها شويه زيت، هطش الفحمه في الزيت واغطي عليها. ممكن اغطي عليها بغطا او الفها بقى بفويل وات ايفر اللي عندي ايه، واسيبها نص ساعه تاخد ريحه الفحم عشان يبقى الشيش طاووق كانه مشوي معايا. بالطريقه دي هيبقى حلو جدا وهيعجبكم ان شاء الله. هنروح لفاصل ونرجع لكم بعد الفاصل، استنونا. قالكم من جديد، هنعمل دلوقتي كوبايات المهلبيه الملونه. قبل ما نقول لكم المقادير نشوف الشيش طاووق بعد ما طلع شكله وريحته، مش عايزه اقول لكم تحفه. نعمل نقدمه جنب رز او رز وسلطه طبعا، او بطاطس محمره وسلطه، او بطاطس تشيبس زي ما عملناها في الفرن، يا سلام مع سلطه بيبقى تحفه. هنعمل دلوقتي كوبايات المهلبيه ملونه. خلاص هنلون المهلبيه الوان، طبق حلو قوي خفيف اقتصادي، بيبقى سائع فبيبقى حلو الايام دي. الطبقه الاولانيه كوبايتين لبن، حليب، معلقتين نشا، سكر حسب الرغبه، وقطعه مستكه. خلاص تاني طبقه كوبايتين لبن، معلقه نشا واحده لان انا هحط له جيلي، هحط باكو جيلي اخضر مع كوبايتين اللبن، فالجيلي فيه نشا اصلا، فعشان كده هستعمل معلقه نشا واحده مش معلقتين زي الابيض. كيس فانيليا، اللونين اللي بتوع الجيلي هحط لهم فانيليا، اللون الابيض هحط له مستكه. كيس فانيليا وسكر حسب الرغبه. هو في الغالب الكوبايه بتاعت اللبن بتاخد معلقتين سكر، الجيلي بقلل شويه ان الجيلي فيه سكر. الطبقه الاخرانيه كوبايتين لبن، معلقه نشا، باكو جيلي احمر، كيس فانيليا وسكر حسب الرغبه. يبقى هو في كل الاحوال كل طبقه هتاخد كوبايتين لبن، وهتاخد في البيضه معلقتين نشا، الملونين معلقه واحده، معلقه واحده نشا، وسكر لكل كوبايتين، حوالي معلقتين سكر لكل كوبايه حسب ما انتوا عايزين يعني. وبحط مستكه مع الابيض، هحط كده اهو كل طبقه. بسم الله الرحمن الرحيم، بدوبهم الاول كلهم مع بعض، وبعد كده اهو بحطهم على النار يغلي. المعلقه دي كبيره فانا هحط 3 معالق بس عشان ما يبقاش ايه تو ماتش. وادي المستكه، وادي معلقتين النشا. خلاص وهنقلب دي اهي ونحطها على النار. طبعا طول ما هي على النار انا ايه لو سبتها هسيبها ثواني وارجع اقلب تاني، ما ينفعش ان انا اسيبها لوحدها. هاجي بقى للطبقه الثانيه، ادي كوبايتين اللبن، وادي الجيلي. الجيلي الاخضر ده عباره عن جيلي تفاح او جيلي ليمون، بيبقوا اخضر. بصوا اللون بيتغير، هو كده اصفر بس اللون اول ما بحطه في اللبن بيتغير معاه. وادي النشا والفانيليا، وهحط السكر. كفايه هنا معلقه علشان الجيلي بيبقى مسكر. خلاص
اهو كده اهو، بصوا بقى بيستاشيو بيبقى شكلها حلو قوي، الولاد بيحبوها، شكلها مغري يعني، خصوصا لما تبقى ساقعه. برضو برفعه على النار، اجي اعمل الطبقه الثالثه، يجي اللبن والنشا، يجي النشا الفانيليا، هحط الجيلي الاحمر وهحط السكر، بس نقلب ده، عايزه شويه نشا، هحط معلقه سكر على الكوبايتين او معلقه ونص عشان بس ايه ما يبقاش سكره اوفر، فبالتالي بصوا ادي لونها بقى بينك، لان الابيض بتاع اللي في اللبن طبعا بيخفف لي من اللون، بحيث هتبقى كده اهو الثلاث الوان دي عندي، هعملها ادي بصوا جامد معايا، لازم اعمله جامد علشان ما يكلكعليش. اوكي ادي اول طبقه من المهلبيه خلصت عندي، انا حاطه فيها مستكه زي ما قلت لكم، وادي الثانيه هنا اهو الخضره، الخضره والحمره مش هتلاقوها جمدت قوي كده زي دي، ليه؟ لان الجيلي بيجمد لما يبرد، فما تقلقوش هتلاقوها اخف من البيضه، بس لما بتجمد ادي الجيلي جمد معايا، انا حطيتها في الثلاجه فالجيلي جمد معايا. انا طبعا عامله من الاول واحده حمراء، ممكن تجيب لي الكوبايه اهو، وهبتدي اعمل طبقات، ادي انا حاطه الاخضر ساع، هبتدي اشتغل فيهم بعد ما يبردوا مش وهما سخنين، علشان تبقى سهله ان انا اعمل الطبقات على بعضها. انا هنا اهو عامله طبقه بيضه وهحط عليها طبقه خضراء، هحط الطبقه الحمراء، بصوا لما جمدت ازاي بقى المهلبيه بالجيلي كده اهو اهو كده اهو، ايوه. وهنا اهو برده ممكن احط الاول طبعا ترتيب الالوان زي ما انا عايزه، طبقه حمراء وبعد كده بيضه، وممكن احط طبقه بيضه وبعدين طبقه حمراء اهو كده اهو. هنروح لفاصل ونرجع لكم بعد الفاصل تاني، استنونا. لكم من جديد، دي شكل كوبايات المهلبيه الملونه، بصوا شكلها بيبقى تحفه ازاي ومغريه جدا للاطفال الصغيرين. بزوقها بعد كده يا اما بجوز هندي يا اما بالشوكولاته الفرماسيه الملونه. لو انا عامله اخر طبقه من بيضه المهلبيه البيضه طبعا بزوق بحاجه ملونه، هتلاقوا ان في فرق في اللون بين الكوبايتين اللي عملناهم دلوقتي والمعمولين من الاول، لان لسه الجيلي ما بردش، لما بيبرد بتلاقيه لونه بيختلف شويه معاكم، فهنا هتلاقوه لسه احمر، بعد كده هتلاقيه يفتح معاكم، عشان ايه في كوبايتين احنا عملناهم دلوقتي على الهواء لونهم مختلف عشان الجيلي معانا بالمهلبيه سخن. يا رب تكون وصفات النهارده عجبتكم. انا عارفه ان في ناس في الفاصل اتصلت وطلبت ان احنا ننزل المنيو تاني، بس للاسف وقت الحلقه خلص، بس بكره ان شاء الله هنحاول ان احنا نكتبه لكم بالكتابه زي المقادير علشان يبقى سهل عليكم انكم تصوروه. اشوفكم بكره ان شاء الله في حلقه جديده، اشوفكم على خير.